السلام عليكم. كي يا اخوتي واخواتاتي بخير، لاباس عليكم؟ صحة لاباس. كما العادة اخوكم بدر الدين جا عندكم. انا كما لاحظتوا واحد القضية، كنحاول دائما نخلي المواعيد ديال العروض ديالي بيوم الاحد، من غير الى ظروف العمل او شي حاجة ما ساعدتنيش نقدر من هنا قدام نقدر نبدل الحد. المهم اون توكا راكم عارفين ان في واحد القاعدة، ملي كنبغي نبدل المواعيد ديال العرض، الا بغيت نبدل المواعيد العرض انا عندي في واحد القاعدة ديما كنعلمكم، كنحط لكم ان بوست سير يوتيوب تنعلمكم ولا شي حاجه بحال هكا. مثلا الضروره القصوى ما نتمكنش نحط لكم العرض كما العاده نهار الاحد مع 9 الربع، لسبب او لاخر غادي نخلي لكم ان بوست سير يوتيوب كما العاده، غنخلي لكم ان بتي بوست، واحد التعليق نقول لكم واحد لا نوتيفيكاسيون كوم كوا راه غادي نحط العرض ديالي المره الجايه النهار الفلان الفلاني مع الساعه الفلان الفلانيه. هذه هي الملاحظه اللي بغيت نقول لكم. اليوم جيت عندكم على واحد الموضوع اللي مهم بزاف بزاف بزاف، يعني انا مشيت معكم واحد السلسله ديال الدرك الملكي، هضرت لكم عطيتكم بزاف المعلومات على كيفاش دوزو تيست بسيكو تكنيك، الحوايج اللي خصكم تردو معاها البال في الامتحانات الكتابيه الرياضيات، تيست بسيكو تكنيك المهم هادشي كامل هضرت لكم عليه. راه القناه ديالي راه درت بزاف ديال الفيديوهات اللي هضرت فيها هذا الموضوع. دابا غنوصلوا نخرجوا من الجهات الاصغر للجهات الاكبر، يعني كنهضر لكم نتوما اختي اخوتي واخواتاتي، يعني بنات وولاد اللي ان شاء الله مقبلين على الامتحانات. كيجوني بزاف ديال التعاليق، كيسولوني على الطوله، كيسولوني على النقطه، كيسولوني على الوزن، كيسولوني على داكشي كلشي جاوبت عليه، ولكن حبات ماشي مشكل نعاود ام تي غابيل. بحال مثلا واحد الاخت صيفطات لي تعليق قالت لي النقطه عندها 12 فاصله شي حاجه، كما قلت لكم في الفيديو السابق حاولوا تدخلوا تشوفوا الفيديوهات القدام هضرت على هذه النقطه هذه. بالنسبه للبنات كيطلبوا النقطه تكون طالعه مقارنة مع الولاد، يعني بالنسبة للبنات كنظن زعما المينيموم لو ستريكت مينيموم بوسيبل كتكون 14 كدا، يعني كنقول لكم الريزونمون ديال الدرك كيبداو بأعلى نقطة، يعني من 17 هما هابطين طاق 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 طاق. ولكن ماشي تنقول لك أنا هادشي أختي باش نعكزك ولا نفشلك، الأمل ديك كتجي واش كاين عندي أمل، الأمل ديما كاين مع الله سبحانه وتعالى. حتى دوك الناس اللي كيدفعوا كيكون عندهم نقط طالعين، راه حتى هما ما تنساش راه كيدفعوا لاكاديمي رويال ديال مكناس ديال الضباط، كيدفعوا للمعهد العالي للصحافه، كيدفعوا للمعهد الزراعه حسن، معهد حسن الثاني للزراعه والبيطاره، كيدفعوا للمعاهد العليا كامله، وعاد كيدفعوا للدرك تيقولوا بطبيعه الحال الا عيط عليهم شي معهد عالي راه غيمشيو ليه، وبالتالي غيخليو بلاصتهم ليك انتي. يعني كيبقى ديما هي حبه لو تكون النقطه طالعه باش داك الستريس ديال النقطه ما يكونش عندك ياك، ولكن الى ما قدر الله وما شاء فعل ما جبتيش ديك النقطه راه بلا ما كيبغي يتقاتل تيبغي يجيب ديك النقطه ما تيتوفقش فيها، حتى 12.38 او 58 راه نقطه زوينه. بالنسبه للدري تيكون عنده امل اكثر، حيت الدراري كيمشيو الدري بعض المرات هما كيبغيو يطلع 13 للفوق، البنات من 14 للفوق، ولكن ما اون سي جامي كيس كي فاس باسي، الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. كاين الناس اللي غيتعذر عليهم ما غيمشيوش وغيخليو بلاصتهم خاويه، وبالتالي الاداره ديال الدار كتعيط على الناس اللي كاين في لا ليست داتونت اللي عندهم النقطه قل، يعني يطلبوا زهركم الا كانت عندك نقطه قليله يقدروا يعيطوا عليك تكون في لا ليست داتونت. اي حاجه وحده نصيحه نقول لكم، دابا غادي لي كونفوكاسيون غيبداو يتفرقوا، كاين واحد الاحتمال يقدروا يعيطوا على تصحاب الباك ديال 2021 ديال العام اللي فات باش يتفادوا داك الزحام اللي تيكون داك الاكتضاض، يقدروا يعيطوا على باك الناس اللي عندهم الباك ديال 2021، توتي بوسيبل ما تفقدوش الامل، ويقدروا يعيطوا في الاواخر ديال شهر 6. علاش يقدروا يعيطوا؟ علاش عندهم عارفين النقطه ديالك شحال جبتي مالين باك 2021. كنقول لكم انا هذا الغيزونمون هذا علاش حنت على حساب اللي سمعت ان الضباط ديال المدرسه الجويه راه عيطوا عليهم، عيطوا على الناس اللي عندهم الباك ديال 2021، دونك احتمال كبير يقدروا يعيطوا عليكم. حنا هادشي ما كنعرفوش، كيبقى هادشي سوكري ديتا ما كيتعرفش اي واحد، واخا يكون من غير ما كانش في المصدر، يعني كنقول لكم احتمال، هادو سي دي زيبوتيز، سي هادو فرضيات ربما، يعني بنادم يفو باك كروازي لي دوا لي بغا بليتو. وردوا بالكم الله يجازيكم بخير من جيمايل، عافاكم. راه بزاف ديال الناس ما كيعطوش واحد الاهميه للجيمايل، علاش ما كتبقاش كونسلتي ولا بواط دو ريسيبسيون؟ حنا دابا ما عندناش ديك الثقافه ديالنا نكونسلتي، وكتبقاو تشوفوا الواتساب تقلبوه وما كتقلبوش الجيمايل. الوغ كو الا زقلتي الكونفوكاسيون الى سيطرك في الجيمايل ودازت على واحد 3 ايام ولا 4 ايام وانت ما انتبهتيش، راه كتخلي بلاصتك لواحد اخر، ما تفرطوش في بلاصتكم. راه ديما تكون عندي واحد لابيتود، يكون عندي واحد لابيتود ماتينال، في كل صباح نوض نحل عينيا نغسل وجهي نمشي للجيمايل، فهمتيني، نتشيكي المايل ديالي المايلين ديالي، نتشيكي لابواط ريسبسيون ديالي، نقلب نشوف واش جاني هذا. وعافاكم قيدوا الجيمايل ديالكم
وديروا المود باس، راه قاش راه اي واحد يقدر يتعرض للسرقه، يمشي ليه البورتابل، يخسر ليه، يبدلو، يمشي لك هذا، الى مشارك لا قدر الله ولا شي حاجه، ديما نقيد في واحد الدفتر. لاقاش كاين اكثريه كيدير واحد الخطا، كيدخل البورتابل ديالو كيقيد فيه حتى هو الجيميل وتدير فيه المود باس، وانت راه كتسهل الماموريه للشفار. الى الله يسرق سرق لك البورتابل لا قدر الله، راه عاطيه انت كاتب ليه في ديك بلوك نوت ها الجيميل ها المود باس، وتخليه يلعب لك بهذا الشيء هذا. الله يجزيكم بخير، بحال الجيميل والمود باس نقيدو في شي ورقه، خليه ابار في الدار باش الله يستر لا قدر الله مشى ليا البورتابل، نقدر نفتح الجيميل ديالي في اي بورتابل وفي اي بيسي. هذه نصيحه من وزاره الصحه، من اخوكم بدر الدين، باش ما تاخذوش الكلام ديالي على محمل الجد، في اطار الدعابه قلت لكم من وزاره الصحه، هي اللي ردوا بال ديالكم للجيميل. بالنسبه للنقاط قلت لكم راه يقدروا يعيطوا على اصحاب الباك القديم يعني 2021، حيت كيعرفوا النقطه ديالهم باش ما يكونش داك الاختلاط يزربوا عليهم من الاولين، عندهم النقاط ديالهم عارفينهم، يقدروا يتكونفوكاو بحال والو في الاخر ديال شهر 6. وبالنسبه للناس اللي عندهم الباك جديد راكم عارفين تيسالوا الامتحانات، عادي يقدروا يعيطوا عليكم، يعني يبداو يقدروا يعيطوا عليكم من شهر 7، وبعض المرات يقدروا يعيطوا حتى شهر 8. دونك ما يفقدش الامل. ونصيحه اللي غنقولها لكم من هذا المنبر، انا شخصيا دفعت للجوندارم العام الاول وما عيطوش ليا. دونك ماشي انا تنقول لكم صحاب الباك الجديد، الا دفعتوا وما عيطوش ليكم سي با لا فان دو موند، ماشي نهايه العالم، وربي الا مكتب لكم شي حاجه ربما ربي مكتب لكم ما احسن من الجوندار. كاين بزاف ديال لي دومين يعني خاص الانسان عارف يعرف راسو شنو ساوي، كيما قريت في كتاب ديال علم النفس ديال الدكتور دانيال جولدمان، تيقول لك كوني توا توا ميم، واش انت راسك عارف راسو، واش انت راسك عارف راسو، كوني توا توا ميم، يعني خاصك تعرف راسك وتعرف لا فالور اللي عندك. وبالنسبه للدارك حنا كنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح، وما تقلقوش الا ما تقبلتوش هذا العام لا قدر الله او لا ما عيطوش لكم، الامل عند الله سبحانه وتعالى، ديما الامل في الله كبير، يقدروا يعيطوا لكم العام الجاي. ولا ما تقبلتوش كاع في الدارك ماشي نهايه العالم، كنقولها وتنعاودها لكم، نصيحه من عند خوكم بدر الدين، فهمتوني، راه تخرج وغادي تقدر تقبل في العام الجاي او تخدم في ما احسن. انا كاع خدمت 10 سنين في الدرك الملكي وخرجت الحمد لله. انا الدرك الملكي واحد الدومين اللي كنعشقو وكنبغيه بزاف، وكلشي كيسولني بدر الدين علاش خرجتي علاش خرجتي، الناس المقربين راه عارفين علاش خرجت. خرجت انا فولونتير، حطيت لا ديميسيون ديالي وغندير لكم على فيديو ياك. بالنسبه للفيديوهات الاولين سمحوا لي كانوا طوال، حيت انا اصلا القناه ديالي ماشي قناه تجاريه، نقدر مثلا موضوع ندير لكم منه الجزء الاول تيست بسيكو تكنيك مثلا، فيديو فيه كندير لكم فيه 20 طيره، نقدر انا نديرو سو فورم دي بيزود لي زيبيزود، نبقى ندير لكم الحلقه الاولى الحلقه الثانيه الحلقه الثالثه ونجبد لكم داك الموضوع باش نربح دولار او نربح، انا ما على باليش، انا كندير لكم موضوع كنحط الكاميرا قدامي تنبقى نقول الموضوع تنقول واخا على الاقل ناخذ غير اجر في سبيل الله، انا كنرمي لكم المعلومه تبارطاجيوها وما تعولوش عليا انا بوحدي، زيدوا كونسلتي وخذوا معلومات اخرى، فهمتوني. دوزت انا 10 سنين في الدرك الملكي، داكوغ، خرجت في 2007، مي ما تنساوش راه خص ديما الانسان يدير الميزاجور راسو، حيت ديما كاين الجديد، انا الا بقيت معول على المعلومات القديمه ما غاديش نقدر نعطيكم معلومات جديده، يعني حتى انا براسي بحالكم كنجتهد وكنبحث وكنسول صحابي اللي كاين باقي مازال في الدومين، معلوماتهم جوج كاع لي غان تي بو ا دروات ا غوش pour vous donner l'information pour vous préparer l'information. كنحاول نعطي لكم في القناه المتواضعه، ودائما الشعار ديالي هو الله الوطن الملك، الله ينصر سيدنا الدرك الملكي، خدمة شريفة 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 من الطراز الرفيع. نساو ما تقولش تدخلوا الهضرة ديال الأوباش تدخلوها لراسكم بحال شي تعاليق راه كيكونوا عندي الدرك خايبة كذا كيديروا كيفعلوا، أي دومين كيما بغى يكون فيه الناس مزيان وفيه الناس الخايبين. والدرك الملكي كيما قلت في الفيديو السابق راه جهاز صارم، راه ما يعقلش هذوك الناس اللي كياخذوا الرشوه او ولا شي حاجه، راه كيحطوا الكسوه وكيتقدموا قبل ما يتقدم للمحكمه كيحط الكسوه ديالو تيقلع عليه، يعني جهاز شريف. ولا كنتي بغيتي كاع انت الحلال وتحيد من الشبهات تدخل لسيدونتيغ دير سبيسياليتي، راه كاين في الدرك الملكي ماشي غير الناس اللي تيخرجوا للطريق، حتى الناس اللي خرجوا للطريق راه كاين ناس شرفاء، وكاين الكونترول قلت لكم راه كاين الانسبكسيون كتخرج وبزاف د الحوايج، واللي فرط كيكرط. والرشوه حنا خصنا كلنا نحاربوها، منا حنا سيفيل، الا بغيت لك اي واحد رشوه كيما بغى يكون دير ليه سكوندال صافي، خصنا نحنا يلفو فريمون اغيتي هاد لا كوريبسيون هادي اون بون فوا بور توت، تحبس لا كوريبسيون. وكاين لي سبيسياليتي، كاين بزاف ديال الجدارمي يخدموا معايا كانوا دي سبيسياليست، فهمتيني، اما في الانفورماتيك كاين جدارمي في الانفورماتيك، كاين جدارمي نجار، كاين جدارمي بناي، كاين جدارمي ميكانيك، كاين لي سبيسياليتي بزاف ديال الدرك.
فهمتيني، ملي غادخلوا ان شاء الله غتكتشفوهم. دابا انا كنقول لكم عيب، غنبقى مركز على هذا الموضوع اللي هو لي كونفوكاسيون. يلفو فريمون فيغ اتونسيون، في كل صباح ندخل نتشيكي الميل ديالي، نشوف واش جاني ميل ولا ما جانيش، والمود باس والجيميل نكون مقيدهم في دفتر ابار. يقدروا يعيطوا عليك على الناس الباك القديم 2021، ممكن الاحتمالات كلها وارده. الناس اللي عندهم نقطه ناقصه يبقوا متثبتين بالامل. ممكن انا الناس اللي عندهم نقط طالعه يقدروا ما يجيوش، وبالتالي غيضطروا يعيطوا عليكم نتوما لي فلانيس داتون اللي كتكون شويه النقطه عندكم هابطه. ايوا وهذا ما كان، وبلا ما يترزن ويدخل وينضابط. وكما قلت لكم في الفيديو السابق، اللي عنده شي بلية ينساها كونوا نقيين، هذه هي الفرصه تحردوا، باسكو البيزوطاج كيكون قاصح، واللي فيه شي عاده خايبه يحاول يحيدها من البيزوطاج. ما ماشي غتحارب بها في مده 3 شهور وفي الخط ترجع الى عندك شي حاجه خايبه. الانسان ينضابط وان شاء الله راه غادي تقبله. وانا كنبغي لكم التوفيق، واللي ما تقبلش ما يكعاش، ما يتقلقش. راه انا كاع من مورا 10 سنين وانا خرجت وانا خدام الحمد لله على راسي. واللي يقول لك المغرب راه ما فيش الخدمه يكذب عليك كذاب. انا ما عرفتش انا هاد الناس، انا دخلت والله العظيم دخلت بلا بيستون بلا والو، اقسم بالله العام الاول ما تقبلتش، والعام الثاني تقبلت في الدارك الملكي وفي التعليم. كان عقل جاتني بيوم الخميس، اما غنمشي للورزازات للتعليم اما نمشي لبنكرير الدارك الملكي. المهم ردوا بالكم لي كونفوكاسيون، راه يعطيكم العنوان اللي غدوزوا فيه هذا اللي غتمشيو ليه. ونتمنى لكم التوفيق. وكاع من مورا 10 سنين ديال الدارك انا خدام خدمه شريفه، الخدمه موجوده. ما فهمتش انا علاش الناس كياكلوا، الله يكون في العوان كله وهذا، ولكن بلا ما يخدمش شويه العقل ديالو وما يكونش كسول ويعتمد على والديه. ارى لي ارى لي والديكم راه ما يدوموش ليكم، راه واحد النهار غيموتوا كما توفات لي امي وبا الله يرحمهم ويرحم جميع اموات المسلمين. الانسان يعتمد على راسو ويكون فهمتيني، يكون عصامي ويكون راسو براسو من دابا. ونقول لكم واحد القضيه، الا سهل عليكم الله ودخلتوا للدارك غتكونوا دركيين، تلاميذ دركيين في المرحله الاولى. راه كاين بعض العناصر يبقى يجروكم يبقى يديكم لي باغ لي بواط، تيكونوا بعض العناصر كيكونوا خايبين، تلاميذ دركيين تيكونوا خايبين كيجروكم. اتونسيون، الا مشيتي من النهار الاول ما مشيتي لهذا المنحه هذا، ما عمرك ما تفرو حياتك ويبقى فيك فيس خايب. حاولوا تصاحبوا مع الدراري في وسط المدرسه ديال الدرك الملكي، تصاحبوا مع الناس اللي مزيانين اللي بحالكم واحسن منكم، باش هما اللي غيجروكم، غيجروكم للجامع، غيجروكم لي بون زابيتود العادات المزيانه. وهادو هما الحوايج اللي غيخليكم غتمشيو قدام في حياتكم، غتمشيو بعيد. سواء دخلتوا سواء كنتوا في الجوندار او في الحياه بصفه عامه، ديما مع مشتك مع مشبهتك واصدقاء السوء بعدو منهم. راه ولو كتدخل التكانة راه كتلقى الدراري اللي كيكونوا خايبين، راه حنا دوزنا معاهم وكانوا معنا في لي شومبر، كاين اللي خايب كاين اللي تيكمي ما عرفتش شنو. المهم ردوا بالكم، ما تصاحبوش مع الناس الخايبين، تحاولوا تكونوا في شومبر تهضروا مع الناس المزيانين وتمشيو بعيد وما تبلوا حتى بشي حاجه، وغتكونوا زوورين. والجدار مثال شي واحد كيتكون فيه بلي كانوا معنا دراري مبليين، تزيروا تبردوا وتحردوا مزيان. والله يوفق الجميع. بلا ما نطول عليكم نقول لكم تحيه ديالي، هاي تحيه عسكريه، السلام عليكم، تحياتي والله يوفق الجميع.